بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، محافظ محافظة أبين. الأخ مهدي الحامد، الأمين العام للمجلس المحلي. الإخوة أعضاء السلطة المحلية. الإخوة مدراء عموم المكاتب الحكومية. الأخوات والإخوة الحاضرون جميعاً، أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 30 من نوفمبر من عام 1967 تم طرد آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن بعد ثورة شاقة ونضال مرير وطويل لمقارعة الاستعمار في كل قرى ومدن الجنوب، حتى تفجرت الثورة من على قمم جبال ردفان الشماء في 14 من أكتوبر عام 1963. حينها أو ليلتها سقط أول شهيد، وهو لبوزة، إيدان بكفاح مسلح قدم خلال شعبنا كوكبة مضيئة من شرفاء هذا الوطن شهداء على تربة هذا الوطن الطاهر. حينها قدم المناضلين والشرفاء من أبناء هذا الوطن ملحمة وطنية كبيرة بنضال استمر 4 سنوات بعد تفجير الثورة في عموم الجنوب. حينها أجبرت بريطانيا العظمى على الرحيل تحت ضربات المناضلين والمقاتلين في عموم الوطن في 30 من نوفمبر 67. حينها قلنا من دخل بالغصب يخرج بالصميل، بتخلي شعبنا صاغر ذليل، بيقع يوم الجلاء ما له مثيل، أجمل الأعياد في أوطاننا. خير بداية لهذا الحفل الجماهيري والخطابي والفني الذي تقيمه محافظة أبين احتفاءً بالذكرى 52 لعيد الاستقلال الوطني، خير بداية القرآن الكريم. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة عاطرة من كتاب أحكم الله آياته، يتلو علينا محمد يحيى ما تيسر من آي من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء صدق الله العظيم. الآن إلى كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، يتفضل الدكتور ياسر باعزب مدير مكتب الإعلام بالمحافظة ليلقي عليكم هذه الكلمة الترحيبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الأخ محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين سالم باني نهضة محافظة أبين، الأخ مهدي الحامد الأمين العام للمجلس المحلي، الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي، الإخوة والأخوات الحاضرون جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا إذ نحتفل في محافظة أبين بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، عيد الاستقلال المجيد الذي شهد فيه جنوب الوطن جلاء آخر مستعمر بريطاني من عدن في 30 نوفمبر عام 1967، لتعود من الذاكرة الخالدة التي سطرها المناضلون لدحر أعتى ترسانة عسكرية وأمبراطورية عظمى لا تغيب عنها الشمس، وعلت راية النصر خفاقة في سماء عدن الباسلة في أنبلاج شمس الحرية والاعتاق من قبضة المستعمر البريطاني البغيض. إن احتفاءنا بتحقيق الاستقلال المجيد في 30 نوفمبر عام 1967 في عاصمة المحافظة زنجبار تتمثل القيم والمبادئ والأهداف التي سعى إليها الأبطال الخالدين، ونسلهم منهم معاني الكفاح والنضال المتغدى بأهداف الشعب العظيم. حيث تأتي هذه المناسبة والوطن يمر بمرحلة استثنائية وصعبة تتطلب من الجميع رص الصفوف والتكاتف وتغريب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح اتفاق الرياض، والذي يعد فرصة حقيقية وثمينة لتجاوز الكثير من العوائق وبناء الدولة والعمل سوياً لدحر الانقلاب الحوثي الإيراني وإعمار ما دمرته الحرب وتخفيف معاناة المواطنين. إن الذكرى 52 لعيد الاستقلال المجيد 30 نوفمبر ستظل خالدة في قلوب أبناء الوطن لما تمثله من تضحيات وبطولات ومسيرة نضال تكللت بانتصار الشعب العظيم لقضيته الوطنية بعد 129 عاماً من الظلم والاستعمار والانفتاح على الحرية والاستقلال والسعات العزة والكرامة في مشهد يؤكد إن أراضي الشعوب لا تنكسر وأن الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين. الإخوة والأخوات الحاضرون جميعاً، إننا في محافظة أبين نثمن تثمينًا عالياً الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية ممثلة في محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين سالم منذ توليه لزمام قيادة المحافظة، وهو يسعى لانتشال وضع المحافظة وبالإمكانيات المحدودة، فله منا كل الشكر والتقدير والثناء.
فأبين هي بيتنا الكبير الذي يسعنا جميعاً، والذي يتطلب علينا الحفاظ عليه بكل ما أوتينا من قوة، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في المحافظة طيلة السنوات الماضية، ولنقف وقفة إجلال وإكبار لأولئك الثوار الذين توّدوا نضال بالنصر العظيم. وأن ذكرى 30 نوفمبر المجيد محطة استثنائية تعلمنا إن إرادة الشعوب حين تقرر الانطلاق نحو الحرية وتعلن التمرد على الإذلال وتنتهك طريق الثورة فإنها لا بد أن تنتصر. وفي الختام نترحم على أرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية الطاهرة أنسح صفحات الفداء من أجل عزة وكرامة الوطن، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة، وقد تحقق للوطن الأمن والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه المناسبة نتوجه بالتهاني القلبية الخالصة إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، وإلى الحكومة ممثلة بالدكتور معين عبد الملك بهذه المناسبة الوطنية القالية عيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر. الآن معكم أبو محمد قائد محافظة أبين، المناضل الصلب أبو بكر حسين سالم اللواء الركن سيتحدث إليكم بهذه المناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخوة الأمين العام، المكتب التنفيذي والمجلس المحلي، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة، القيادات العسكرية والأمنية، مثل المنظمات المجتمع المدني، أخواني أبناء هذه المحافظة الحاضرين بمناسبة الذكرى 52 ليوم الجلى الوطني، باسمكم جميعاً، باسم أبناء محافظة أبين، قيادة السلطة المحلية للمحافظة ومكتبها التنفيذي ومختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى فخامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يوم الجلى الوطني وبعد 52 عام سطر ابناء المحافظات الجنوبية أروع وأنصع التضحيات والبطولات وصولاً إلى تحقيق النصر، تحقيق حدث تاريخي هام على مستوى اليمن وعلى مستوى الوطن العربي بتحقيق يوم الجلى ويوم الاستقلال لهذا الجزء من الوطن الحبيب، وذلك بآخر جندي بريطاني أجلاء من داخل مدينة عدن، يأتي هذا بتضحيات ودماء شهداء سالت على جميع مناطق هذا الوطن. تلك التضحيات وصلت إلى هذا نيل الاستقلال. بعد 52 عام نقف نحن أولاً أبناء محافظة أبين، نقف لتقييم ماذا وضع هذه المحافظة بعد 52 عام من مختلف الخدمات والمنشآت، القاعدة المادية والمباني، سواء على مستوى المنشآت الأمنية أو المؤسسة العسكرية
أو سواء على مستوى مباني الحكومية للدولة في هذه المحافظة متمثلة في مباني ومجمعات السلطة المحلية للمحافظة والمديريات ومكاتب فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات. بعد 52 عام نوقف إمام وضع المحافظة في قطاع الكهرباء، وما هي المشاريع المنفذة بعد 52 عام من هذه الاستقلال في من مشاريع قطاع الصرف الصحي، من مشاريع المياه، من مشاريع النظافة، من مشاريع التعليم بأنواعه سواء التربية والتعليم أو التعليم الفني أو التعليم العالي الجامعي. نوقف هنا أين توجد تلك المنشآت؟ وصلنا إلى مرحلة خلال هذه الفترة أن نزحت آلاف من الأسر أطفال ونساء وعجزة من أبناء هذه المحافظة، دمرت منازلهم ومساكنهم، دمرت المنشآت للقاعدة المادية في المحافظة، دمرت المعاهد المهنية والفنية، دمرت منشآت التعليم بمختلف أنواعه، دمرت مشاريع المياه، قصفت محطات الكهرباء، انتهت خطوط الشبكة، شبكة نقل الطاقة، تعثرت كل المشاريع للمحافظة. هنا الوقفة بعد 52 عام، وما كان في أسباب التدمير الذي حلت به المحافظة. أدعو أخواني أبناء المحافظات الجنوبية، فأدعوهم إلى وحدة التلاحم، وحدة الصف، وأعلموا إن كل الجهود الذي تبذل وصولاً إلى اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي والحكومة تحت رعاية فخامة الأخ المشير الركن عبد ربة منصور هادي رئيس الجمهورية، وكذلك رعاية أشقائنا في قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات وصولاً إلى هذه الاتفاق. أعلموا أن المجلس الانتقالي أصبح شريكاً في السلطة السياسية، ولذلك نحن نمد أيدينا لجميع أخواننا في الأحزاب والتنظيمات السياسية لمن لديهم مساعدتنا في إعادة البناء الخدماتي والتنموي والتعليمي في هذه المحافظة، فأهلاً وسهلاً به، ونأمل أن لا يتم الانتقادات من تحت البطانيات. العمل يريد الميدان، العمل يريد التلاحم، العمل يريد الوحدة. كما أدعو أخواني المتمركزين في الدفاعات سواء كان في غرنم كلاسي من أبناء المحافظة أو في منطقة الشيخ سالم، أبياً لن تكون صراع لحرب. يا أبناء المحافظة المتواجدين في قرن الكلاسي أو في الشيخ سالم، أبياً لن تكون ساحة حرب. وأنصح الأخوان جميعاً سحب تلك القوات نهائياً وأخلاء المحافظة، ويكونوا صفاً واحداً للدفاع عنا والدفاع عن المحافظات الجنوبية. فلن نكون بطل حرب، لن أكون من الرجال قيادة الحرب ما بين أبناء المحافظات الجنوبية نهائياً، ولن يكون لي الشرف ذلك. أبياً وصلت إلى مرحلة
يجب أن يتعظ أمامها الجميع، سواء المحافظات الجنوبية أو غيرها. نحن الذي اكتوينا بنار الحرب داخل هذه المحافظة، كل الجهود الذي تبذل من خلال عامين بالضبط، بالرغم أننا في وضع حرب، إلا أننا برغم هذه الظروف نحاول جاهدين لتوفير أبسط المقومات. وأعلمكم في خلال لقائنا بالأخ رئيس دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وعدد من الأخوان الوزراء يوم أمس، من خلال لقاء بالمكتب التنفيذي فقدمنا تقريباً أننا ما يجب أن نقدمها إليهم من خلال الصعوبات التي نعانيها، والتزموا لنا بعدد من التدخلات خلال عام 2020 إذا كنا متواجدين بإذن الله، أو غير متواجدين فتتم هذه المشاريع بإذن الله، مخططة مشاريع عملاقة ومشاريع كبيرة. نحن بإذن الله نعمل بقدر الاستطاعة وحسب الأمكانيات المتاحة، وأعلموا أننا كل ما بنينا طرحنا لبنتين نزلوا علينا لبنة نتيجة للأحداث التي تمر بها هذه المحافظة من وقت إلى آخر. أجدها برضه فرصة أن نترحم على شهداء الثورة اليمنية، نترحم على جميع من سقطوا في هذه التربة لنيل هذا الحدث التاريخي. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح والمعذرة إذا قصرنا في حقكم في شيء في الجانب الخدماتي، فهذا هي الأمكانيات المتاحة لدينا. الأخ الرئيس برضه يولي قل اهتمامه في هذه المحافظة، ولكن أهم شيء الأمن والاستقرار، أهم شيء الأمن والاستقرار. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تتقدم مؤسسة إنسان التنموية لتقدم درع الإنسانية للمحافظ البطل اللواء الركن أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبين. الآن جاء دور الأنشودة والأغنية الوطنية. الفقرة الأولى: الشعب كله ثار، كلمات كور سعيد وألحان السنيدي، تؤديها إنشاد نورس الساحل مدرسة عبد الرحمن الغافقي.
فقرة ثانية أبريت من أجل نعيش أحرار، إعداد وتوزيع الفنان عبد القادر بركات. عشناها سنين كوار من أجل نعيش أحرار كنا للثورة منار عشناها سنين كوار من 14 أكتوبر يوم البركان تفجر من 14 أكتوبر يوم البركان تفجر لا يوم النصر الأكبر يوم الثلاثين نوفمبر يوم الثلاثين نوفمبر يوم الثلاثين يوم الثلاثين نوفمبر يوم الثلاثين نوفمبر عيش العمر مخلص للأمين
الثالثة مسكين من سافر يؤديها فيصل علوي. حبيبي بعد عني والعاد في حيلة سبيل مسافر فرح حبينا جنين العنب وإن العنب عينك العينة سبيل مسافر فرح حبينا فارق وحبينا دانا 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 مسافر فارق وحبينا حبوب العنب والليم تملى بساتينا مسافر فارق وحبينا حبوب العنب والليم تملى بساتينا مسافر فارق وحبينا الفقرة الرابعة اشي معك لي اخبار يؤديها احمد فتحي. شي معك لي اخبار قل لي واحد العيش لا تخيب ظنون كيف شفت المكلا والحبايب بديش عاد يشيل كيلون شي معك لي اخبار قل لي واحد العيش لا تخيب ظنون كيف شفت المكلا والحبايب بديش عاد يشيل كيلون ولا من قاب نسيوه للمشاكل تسيبوه ولا من قاب نسيوه للمشاكل تسيبوه ما أظن الذي حبيتهم يكرهوني لا ولا يذكروني ما أظن الذي حبيتهم يكرهوني لا ولا يذكروني
حبهم في فؤادي بحر مال ومقايد داخله خراقون في السويد لهم دار عامرة بالأحاسيس بس لحيارون حبهم في فؤادي بحر مال ومقايد داخله خراقون في السويد لهم دار عامرة بالأحاسيس بس لحيارون يا ترى ايش لي صار لا رسائل ولا اخبار عاد نذكر خطاهم يوم راحوا وسابوني ولا ودعوني عاد نذكر خطاهم يوم راحوا سابوني ولا ودعوني ساهر الليل وحدي ما معي إلا الوساوس زيدت في جنون بشتكيهم إلى الله يمتليهم بحبي مثل ما هم بالون ساهر الليل وحدي ما معي إلا الوساوس زيدت في جنون بشتكيهم إلى الله يمتليهم حبي مثل ما هم بالون ايش من حب وقدر اوجعني في النار ايش من حب وقدر اوجعتني في النار انما لي امل فيك احبتي ارجعوا لي لا حرام اتركوني إنما لي أمل في أحبتي رجعوا لي لا ولا إنما لي أمل في أحبتي لا ولا اتركوني الفقرة الخامسة محبوب قلبي هجرني يؤديها زاهر مسكين علي Thank you.
الجميل الذي مر نسي بإني حبيبة نسي الجميل الذي مر نسي بإني حبيبة مع كلام الشوالين ولا حسبني طبيبة طبيبة على الله طبيبة سمع كلام الشوالين ولا حسب لي طبيبة طبيبة على الله طبيبة نسي الجميل الذي مر نسي بإني حبيبة نسي الجميل الذي مر نسي بإني حبيبة سمع كلام الشوالي ولا حسب لي طبيبة طبيبة على الله طبيبة سمع كلام الشوالي ولا حسب لي طبيبة طبيبة على الله طبيبة قلبي قلبي احترق من لهيبة وابوي وقهر قلبي قلبي احترق من لهيبة ونومي ماشي يكيني يا ناس وش المصيبة طبيبة على الله طبيبة ونومي ماشي يكيني يا ناس وش المصيبة طبيبة على الله طبيبة وابوي وقهر قلبي احترق من لهيبة وابوي وقهر قلبي احترق من لهيبة والنوم ماشي يجيني يا ناس وش المصيبة طبيبة على الله طبيبة والنوم ماشي يجيني يا ناس وش المصيبة طبيبة على الله طبيبة الآن جاء دور مكتب الثقافة من أعمال الفنان الكبير محمد محسن عطروش أنشودة عيد الأعياد أداء والحان الفنان عوض دحان أغنية إذا اخترتك أداء الفنان صالح أحمد وأغنية حبيبي في الحشا كلمات حيدر بخيت وأداء الفنان جميل الخيراني أغنية يا عم منصور كلمات والحان الفنان الراحل محمد علي ميسري أداء الفنان رائد الهدار I'm not afraid of the dark.
ثورتي يا صرخة تدوي لها في مسمع الدنيا رنين، يا نغمة قدسية أشدو بها أنشودة للثائرين. أبطالنا سلاحهم في وجع ذا الحياة لها بدل الدماء، يا وثبة يمنية سيري بنا نحو التقدم والبناء. ثورتي عزة شهداؤنا في سبيلها بدل الدماء، يا وثبة يمنية سيري بنا نحو التقدم والبناء. فإذا دعا لها بعزيمة والعزم أقوى من السلاح، وأنا لها thank you.
فرحة وغمات بلادي كل المدن والبوادي فرحة وغمات بلادي كل المدن والبوادي شيبة وشبان وحفاد حيوا معي شباني وحفاد حيوا معي شيبة وشباني وحفاد حيوا معي لو خيروني أنت أو كنوز الدنيا لا افترتك لو يسوموني بكل عذاب الأرض ما سبتك لو خيروني أنت أو كنوز الدنيا لا اخترتك لو يسوموني بكل عذاب الأرض ما سبتك لو اختفت كل أخلاق هذا العصر ما كنتك لو اختفت كل أخلاق كنتك في فقري اقتديت من حبك ولا اختار في بؤسي سعيت من أجلك أنا صبار حبك ولا افتار في بؤسي سعيت من اجلك انا صبار باخلاصي انا شارك وما بعدك
راسي بنبضتي صنعتي لك عرس وفوق قلبي توجتك ومن الهام فاقر الناس ومن الهام فاقر الناس وطيبتهم عذبتك لحن وغنيتك وبعد السماء وعمق الأرض حبيتك باتساع البحر وبعد السماء وعمق الأرض عمق الأرض وعمق الأرض عمق الأرض وعمق الأرض وعمق الأرض حبيتك. شل الحزن كله وعرفنا
الله وقعد ليل بالمشموم مدان وقعد ليل بالمشموم I'm
ولا السلم تراد، هل هم نسوني أو سوها بالعمل كتبت مرسال؟ ولا السلم تراد، هل هم نسوني أو سوها بالعمل؟ أمسي مع الليل وناني القهد، أمسي مع الليل وناني القهد، لا عيش طابني ولا جفني رغد، لا عيش طابني ولا جفني رغد. يا عم منصور يا عم منصور يا قلبي.